مرحبا يا سايا البريد. خوخة، أنت تستعدين للعطلة كما أرى. يا لها من ريح خوية. أجل، لم يتبقى الكثير من الصيف، نستفيد من الشمس قدر المستطاع. أنا كدت أنسى، تحمل لي شيئا اليوم؟ حسنا، انظري ماذا عندي هنا. قد يكون فيها 6 دزينات من الحبوب المجففة. أو طلبت هاتين الأسبوع الماضي. شكرا لك يا سايا البريد، إنهما من أجل الرحلة. عندما نصبح في منتجع خليج النسيم سيعرفون أننا وصلنا. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary.